مزارع المانجا في منطقة الرمادي في مركز إيفو، يعتبر يعني محصول المانجا ده أحد المحاصيل اللي تشتهر بيها منطقة الرمادي في مركز إيفو. ومحصول المانجا ده يعني ابتدى إن هو ينتشر في المنطقة من حوالي 20 سنة. خلال ال20 سنة دي، يمكن في ال3 4 سنين الأخيرة، تعرض المزارعين لخسائر كبيرة، بيئة فيها ديون، بيئة فيها ناس يعني حاولت انها تتخلص من المحصول اصلا. احنا بنشكر الهيئة اللي هو جمعية المستثمرين والجي اي زد ان هم تبنوا الفكرة ونزلوا على ارض الاكاديمية العربية، نزلوا عندنا على ارض الواقع وشافوا المساحات الكبيرة اللي هي مزروعة بمحصول المانجو. اول المشاكل اللي احنا بنعاني منها كانت طبعا اللي هي الميس كارمن بالجي اي زد اللي هي نزلت في المنطقة. بعد دراسة الموضوع على أرض الواقع، سمعوا مننا كمزارعين وزاروا المزارع بتاعتنا بالمساحات اللي هي الشاسعة، اتطبق كذا حاجة. البرامج اللي اتكلمت عنها الأستاذة دينا في البرزنتيشن، يعني من ضمن المميزات احنا كمزارعين كنا بنزرع زراعة ارتجالية، كل واحد بيزرع ما فيش بطريقة علمية، ما فيش جهة تبنت الموضوع زي جي اي زد. يعني ألمان وأجانب وبنزلوا الزراعات وفي عز الشمس وفي عز الحر في تضاريس مختلفة. زراعة المانجا بأسوان ليها ميزة إن إحنا المانجا بتاعتنا بتتزرع على ضفاف النيل، مش في أراضي جبلية أو صحراوية، الأرض مش مالحة زي مناطق أخرى، يعني إن هي بتشرب مية عذبة ومزروعة في أرض على ضفاف نهر النيل. بننزل في السوق بدري قبل اي حد. كل الحاجات دي احنا كمزارعين ما كناش بنستفيد منها في السابق، يعني اللي اتعمل من خلال الاكاديمية العربية بالتعاون طبعا مع الجي اي زد وجمعية المستثمرين. عرفنا نزرع صح ونخدم صح ونعالج صح ونسوق صح. يعني اتعمل لنا صفحة على الفيسبوك اسمها مانجو الجنوب، في ناس داخل اسوان ممكن تسمع عن مانجة الرمادي، في بحري ما يسمعوش عن مانجة الرمادي رغم ان احنا بننزل الاول، كان ممكن هم ياخدوها الاسماعيليه ويعيدوا نزولها القاهره باسمهم. اتعمل المهرجان، حق يعني ارباح كثيره للمزارعين، بينا نبيع في اسوان احسن ما نبيع لمصر تقريبا. قد ايه كده الارباح يعني؟ هو يعني انا مثلا باود القاهره بتحمل تكاليف نقل وببيع اقل، بتبيع في اسوان اغلى. يعني انا بجيب العربيه من عندي ب 300 جنيه توصلني اسوان احسن ما ادفع 3000 في القاهره، وببيع بسعر اعلى. هو بياخد مني بسعر، ببيع قليل ببيع بسعر اعلى عشان في وسيط، عشان في وسيط يعني يعني نسبه الرياده تبقى مرتفعه لانه فرض من اسوان اللي بيستفكلي اكوال فيري جريت ور تو بيس كارمن او ديفلوبمنت ادفايزر used to go to the field. Actually, temperature was above 50. She used to visit them every now and then and come to fight with us. Really, she used to come. You are in every tower. Come to Aswan. Come to the field there. See the farmer there. He says that the mango was introduced in Aswan here in their area 20 years ago, and 4 years ago they started to lose. There are many losses there in the sector there. So with the Arab Academy of Science and Technology and with the Aswan Industrial Station with the support from Carmen and GID, they started to have the whole cycle actually from the planting until marketing there. And they have really advantage here because the mango comes earlier 1.5 months than the mango from the north. And secondly, the mango is planted close to the urban mile, so the it's not salty, the quality is very high. And thirdly, actually, they said that I asked them, يعني, how much did you gain actually as a figure, an extra gain? Said that from selling the mango here compared to selling it in Cairo actually, it was much more beneficial. I gained 120,000 Egyptian pounds. Yeah, this was متعاملين من خلال الجي اي زد ماركة اسمها رمادي إيفو مانجوز. المانجا بتاعتنا اسمها رمادي إيفو مانجوز، ليها شعار وليها اسم، بيت معروفة الناس كلها بتسأل عنها. طبعا احنا يعني بعد ما خلصنا الموسم اللي فات موسم الحصاد اتدربنا على حاجة اللي هي معاملات ما بعد الحصاد، يمكن من حوالي 3 أسابيع انا عن نفسي يمكن اتكلمت مع اكتر من 15 واحد من خلال الجي اي زد.
سمعوا مني يعني وسألوني في كل التفاصيل بتاعة الزراعة وإيه هم اللي ممكن يعملوه يعني يفيدونا بيه كمزارعين خلال الفترة اللي جاية. وإحنا بنشكر الجهازات على المرحلة اللي مين ال 15 فيديو كانوا من مثلا من مركز البحوث الزراعية من عندنا لا لا خلوا لا هو جهات تانية اتصل يعني اتصل بيها يعني أيوة يمكن. وأنا اتكلمت مع أكثر من يعني كل جروب كان حوالي 5 كان كل حد فيهم ليه سؤال بيستفسر عن كل التفاصيل بتاعة الزراعة وإيه اللي ممكن هم يعملوه علشان يعني علشان يفيدونا أكثر. وإحنا طبعا بنشكر الجهازات على المرحلة اللي فاتت ونتمنى الاستمرار إن شاء الله في المرحلة الجاية عشان في استمرار. With a logo supported by GIZ, Ramadi is for mango there, and they started to put it actually in the mango to sell it in the market. They will own the whole page actually that. And they said that they attended a conference actually from the research center there, and really they presented their case, and the research center wanted actually to further support them. Yeah. Actually, just maybe one question for the end. I was here 1.5 years ago, same school, same room, same setup. But some more businesses were representatives of companies working in the stone industry, stone crafting, maybe it's quarrying here in the sector. Quarry. I understood at that time that Aswan is very important sector is working with stone resources here in the region. And at that time they were very eager on getting more support, also to get maybe young trainees for the companies. I think they were even sent to a special fair in Germany in order to get some more inspiration for their industry. And I would just be interested in what came out of those activities. Did they hire any young people? How is the stone crafting industry in Aswan doing? Because today I don't see anyone from okay. بقول انا الجميع عندهم هنا جم وكانوا طالبين مساعده. هو بيسال طب يا ترى الناس دي هل مش موجوده ليه وعينت حد ولا لا؟ وكم اذا عينوا ناس من البرامج دي كم واحد اتعين فيها؟ هو انا لاحظ من الناس اللي بتعمل في القطاع لكن هو فعلا احنا محتاجين يبقى فيه تركيز في العمل في قطاع الجرانيت في الفتره الجايه. لكن احنا في بعض الحاجات اللي خلتنا يمكن لو خدنا بالنا احنا الدراسه بتاعتنا كانت على شكل توصيات فقط لكن البرنامج بالكامل ما كملش. ايوه زيارات كتير المانيا وما تعملها البرنامج ما كملش كان لاسباب معينه خاصه بينا احنا في قوانين جديده في قطاع المحاجر والجرانيت وحاجات زي كده. لكن قدرنا في الفتره الاخيره ان خدنا مجموعه من اصحاب الاعمال كان 15 واحد اصحاب مصانع رخام وجرانيت وعملنا زياره لنوربرج في المعرض بتاع ستونتك في جرماني. وبعدين في تعاقدات تمت وحاليا في مجموعه تانية طالعين المعرض في الشهر كانوا دينا في شهر 7 القادم ان شاء الله في مجموعه من عندنا رايحين المعرض برضه. وده معرض تسويقي ومنتجات والمعدات الخاصه بالجرانيت ومنتجات المحاجر. لكن انا لسه كنا بنناقش برضه على مستوى التعليم الفني بنتناقش مع الدكتور سيد ان احنا المحاجر عندنا اصلا بتبعد شويه المسافات بتصل الى 65 و40 و50 كيلو عن مدينه اسوان. فازاي نقدر ننزل الطلاب تدريب فيها؟ ازاي نقدر نفس قطاع التعليم في الوزاره مش راضيين ان احنا حتى الان يعني ما فيش اتفاق بيننا وبينهم ازاي ننزل طلب التدريب في المحاجر نفسها مش المصانع بس. وكان في زياره كان فيها رينيه معانا اخر مره راح المحاجر وقال لا ممكن يبقى في تعاون في القطاع بتاع في التدريب او التعليم الفني ازاي نقدر ندرب طلبه في المحاجر دي. بس لكن ما شغلتوش حد؟ لا لسه لا هو اللي اشتغلوا في اصحاب المصانع بس جميع مصانع الجرانيت اللي موجوده في اسوان بيدوها طلاب تعليم مستوى
جميع المصانع حاليا ما فيش مصنع غير خريجي تعليم مزدوج. خريجي تعليم مزدوج في قطاع المحاكم، خاصة ما تنساش ان احنا اللي اتعمل المنهج هنا عندنا في اسوان اساسا. يعني انشي هو اديشنال بس فور ذا مانجر فروم ذا اكوايرينج سيكتور ار جرادويتد فروم ذا سكول اوف بزنس. نمبر 2 اكشوالي ذي هاف ا بروبلم وذ ذا لوز اكشوالي ذي ار نيو لوز. And you mentioned actually the 15 business owners, they went to Germany to the 20th fair on the Nasdaq Carbon there, and they plan to go next July again. Some of them actually made some contracts already, and the pipeline actually received some additional wooden equipment there. And they're discussing actually with the authority how to send the assisted trainees to these quarries. The quarries are really far away from the city. And it is not easy to send a comedian to 15 years old, but they are thinking actually how to they can expand actually the training in the dual system instead of only doing it at the factories, but extend it to the quarry, which is really somehow dangerous. أنا عندي فكرة في موضوع التدريب لأن أنا اشتغلت كتير مع الجهات المنحة في أسوان. فانا ببقى يعني الفكره المعتمده ما بين كل الجهات اللي احنا اشتغلنا معاها ان انتوا بتبصوا على ان انتوا التنميه المستدامه. يعني النهارده في دعم سواء فني او مالي، بكره الفند هيخلص، فطب احنا هنعمل ايه او هنتصرف ازاي؟ هو انا من خلال برضو خبرتي انا مش شايفه ان احنا مفتقدين شويه لاصحاب الاعمال ورجال الاعمال لفكره انه لما يجي يوظف اللي متدرب، ما يوظفش اللي عنده خبره. يعني احنا تملي بنبص اللي صاحب مصنع ولا صاحب شركه ما بيعتمدش قوي في ان السي في يكون فيه مجموعه من شهادات التدريب، هو متدرب فين او متدرب من فين، لكن بيبص هو اشتغل قبل كده قد ايه، يعني خبرته قد ايه. ودي حاجه احنا تعرضنا لها في الدراسه اللي فاتت اللي كانت من حوالي اسبوعين، ان لا الناس عايزه اللي عنده خبره، اللي عنده خبره 3 سنين او 5 سنين في نفس المجال اللي هو عنده فيه وظايف شغل. الحته الثانيه معلش مستر عاطف، انا بتمنى ان احنا ممكن نعمل فكره ان احنا مش هنقدر نوظف ندرب كل الناس الموجوده، لان احنا بنقول احنا دربنا 10 ووظفنا 10 من 800,000 او من مليون، مش هنقدر كل الناس تتدرب. لكن احنا ممكن نعمل ميني فيديو على الانترنت للناس اللي اكشلي اتدربت سواء في اي مجال، سواء بقى فنيين او مجالات اخرى، بحيث ان ممكن نتيح للناس التانية اللي ما عندهاش لا ان هي تدفع فلوس عشان تتدرب عشان تعرف تشتغل، او ان هي ما عندهاش الوقت، فهي ممكن يبقى متاح ليها برامج تدريبيه موجوده على الانترنت واتفر بقى الجهه اللي هتنزلها، ممكن دي تبقى متاحه لاغلبيه الناس. ودي لقيت نجاح كبير جدا في المجتمع المصري في مجال التنميه البشريه. يعني في ناس كتير كانت بتلجأ للانترنت عشان تعلم نفسها وتبقى نفسها وتشوف نفسها احسن. انا من مجال خبرتي في مجال المرأة، انا شفت السيدات كتير اعتمدت على تعليمها ازاي تتعامل مع طفلها وازاي تربي طفلها وازاي يكون طفلها يعني سواء في الصحة الإيجابية او بعد ولادة الطفل من طريق الانترنت. فدي فكرة مبسطة، او تبادل خبرات الناس اللي اتدربت اكشلي ممكن الناس دي تسافر تدرب ناس تانيين. والفكرة دي عندنا في المجتمع المصري قديمة، اللي هي الرائدات الريفيات الموجودين في القرى والمراكز والنجوع، دي ناس كانت بتتدرب سواء على الإسعافات الأولية أو بتتدرب إزاي على الولادة أو بتتدرب على الكلام ده، وبتروح هي تدرب الأم تعمل كده إزاي. أنا مستحيل أن أنا هعرف أدرب كل الناس اللي عايزة تشتغل، لكن أنا ممكن أعمل أفكار جديدة تخلي الناس أوسع مجال التدريب بحيث أن الكل يستفيد. She tackled two issues. The first thing, actually, they ran a survey over the last 2 weeks in the ITC sector, and employers were asking for experience, not for training. And she criticized that. She said that no, they should look for people who are certified and have a certificate, not people who have an experience. That's a big debate, actually, because as an employer, the certificate, this is my opinion, actually, the certificate is nothing, actually. I won't show me, actually, that you can do the job on the ground there. You can do the job where you are. This is the first thing. The second thing is the internet platform, and she, especially for women there, she said that we can't detain all the people actually there, but we have a platform, and even if you use the internet actually via video tape watch over there, to train the people online, actually people who can't afford or can't access, they will have this platform actually to be located by the internet to expand the Okay.
Okay, fine. So, gentlemen, if you agree, I would like to close up slowly. And I've learned that there are quite a lot of positive examples, I mean, around our cooperation. But at the same time, you also mentioned that there are still a lot of challenges. And so perhaps before we say goodbye, I would actually have an idea from you where you think we can, where concretely we can strengthen our cooperation in the future. I mean, this gentleman said at the beginning that things sometimes are very slow, don't move forward. We have taken notice of that, but are there any other concrete ideas that you have in mind when it comes to continuing our cooperation? هو بيقول الحقيقة بشكركم طبعا على الأفلام بتاعتكم، بيقول أنتوا ذكرتوا بعض الحاجات الإيجابية، وبيقول هنختم بقى اللقاء، وقعد ياخد رسالة معايا فترة معايا في مجال وهو راجع، فبيقول أنتوا حاجات إيجابية من بعض اللي إحنا عملناها دي حاجة كويسة، وكنتوا صراحة في بعض التحديات اللي قلتوها على سبيل المثال في الميزان القانوني، قال إن في تأخير في بعض المشروعات اللي بتتنفذ، فهو عايز منكم برضو إذا كان بتقابلكم تحديات أو حاجات تقدروا تنصحوا بيها عشان ياخدها معاه المجال. لو هو في يعني انا بالنسبه لي شايف المشكله احنا بنحل حل مصر كويس، انا محتاج الحل اللي انا بقدمه اشوف الحل ده في المانيا شكله ايه والنموذج الالماني واشوف واعرف ازاي اعمله في مصر، لكن طول ما انا مصري وبدرب مصري وبحل مصري اعتقد الخطوه الاوسع من كده ان انا عايز اعرف الحاجه دي هناك شكلها ايه، الحاجه دي بتتعمل ازاي. يعني أنا عشت في ألمانيا 10 سنين ودرست في ألمانيا، اللي أنا اتعلمته في الجامعة كان قد اللي أنا اتعلمته في الشركة اللي أنا كنت بشتغل فيها. أنا اشتغلت في شركة واحدة 10 سنين، اشتغلت في شركة سيمنز هناك كنت سوفتوير ديفلوبر. التجربة الألمانية في الأمثلة اللي احنا بنحل بيها ونعمل بيها تريننج لو اتنقلت للناس هتجيب نجاحات اكبر كتير. احنا محتاجين. He said that he himself worked in Germany for 10 years in Siemens company in the field of development, IT development there. Yeah. And he is comparing actually. Egyptian solve is the Egyptian way. The German solve is the German way. And he said that really that's the trend. How the Germans are really solving the problem, they should be transferred actually in the people to take the proper way actually of solving their problem. I don't know how it will go, but it's the biggest. Any other idea? بالنسبة ل يعني أنا شايف أساساً إن هنا أنتم مركزين مثلاً الجي أي زد على أو الألماني على التعليم المدور ومركزين جداً على التعليم الفني بصفة عامة. فالنهاردة البطالة، نسبة البطالة اللي عندي خرجت من التعليم الفني وعندي مؤهلات عليا ونسبة بطالة عالية جداً موجودة، احلولها. النهارده التدريب اللي انت بتقدمه كجي اي زد كمثال، انت بتدرب لناس وتشغلها. طب انت سبت لي ايه هنا؟ انت دربت 10 30 وشغلت 10. انا بقى هستمر ازاي؟ مجرد انت ما مشيت ما ادتنيش القاعده، ما دربتليش الناس بتاعتي ناس تدرب على الحاجات دي، ما جبتليش ورشه ادرب عليها الناس دي. فانت كده كانك بتقول لي وانا موجود بعمل انجاز، انا خرجت شكرا انا بره، عيش حياتك مع نفسك بطريقتك. النهارده انا كقوة عاملة عندي مركز تدريب عشان تديها لهم على بعضها. انا كقوة عاملة الحمد لله عندي مركز تدريب وعندي ورش وبدرب، بس ده اجتهادي. انا بختار الورش طبق الاحتياجات السوق اللي بشوفها انا من وجهة نظري. ممكن ورشة تشتغل شهر وشهرين وتفشل بعد ما تعمل دورة، لان انا مش عامل دراسة للسوق. النهارده انت ما جيت تعمل لي في الاساس مثلا على سبيل المثال دراسه خدت لي 25 ورشه، لا انا عايز الدراسه تبقى دراسه شامله، اخد اسوان كلها في مهنه معينه واحط اقول المهنه دي تشتغل لمده كذا نطورها بكذا ومحتاجه قد كده ومحتاجه تدريب كذا، ابقى انا عارف احتاج من الناس اللي في البطاله دي كام واحد انا محتاجه لسوق العمل ده عشان ادعمه، يبقى انا نميت المهنه نفسها ووجدت فرص عمل للناس وجدت تدريب اساسا صح. لو يفتكر ازاي بقول يعني النهايه سعيده كده وحاجه ايجابيه ان هم هيدعموا وانا سعيده جدا بالتعاون معاكم كده وهنبقى.
مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من ميه